السلام عليكم. اليوم نقف على الأشغال نتاع الازدواجية نتاع الطريق الوطني الرابط بين مدينة بيتنا ومدينة خنشلة على امتداد حوالي 65 كيلومتر، والعملية هي تاع يعني تاع الازدواجية نتاع الطرق الوطنية. الحمد لله الآن نلاحظ أنها مستمرة وأخذت بعد وطني، إذن هذا أمر إيجابي جدا. إن شاء الله تستمر هذه العملية الازدواجية نتاع الطرقات حتى الطرقات الولائية، ويعني كل الطرقات اللي فيها اكتظاظ وفيها حركة كبيرة لابد من الازدواجية تاعها، اللي يعني التقليل كبير، يكون فيه تقليل كبير نسبة الحوادث المرور، خاصة الحوادث المميتة، وسوف يعود بالفائدة. هذه العملية الازدواجية تعود بالفائدة على المواطن خاصة، إذن في تقليل من حوادث المرور كما قلنا. نخليكم تابعوا الفيديو حول المشروع نتاع الازدواجية نتاع الطريق الوطني الرابط بين باتنا وخنشلة على امتداد حوالي 65 كيلومتر. إذن والسلام عليكم.